ومقتول بجنب النهر ظام سليب الثوب مسبي الحريم ورأس ابن النبي على قناة يرتل آية أصحاب الرقيم وينذر في النهار القوم وعظا ويهدي الرك في الليل البهيم فلم أر مثله بدرا تجلى له برج من الرمح القويم تساق نساه أسرى من ظلوم يعنفها وأفاك أثيم وإن يبكي اليتيم أباه الشجوان ضربنا صياطهم رأس اليتيم ولهذا اللي قدر يفر طلع يقول لك فروا يتامى اثنين من خيمة المظلوم وامهم تنادي محيرة والقلب مهموم طلعت تحن وتصيح يا زينب تعالي والله مصايب كربلاء ادهشت بالي تاه واولاد بهالفضاء وذل حالي حالي راح وخلوني حزين بحال مشو يا ليتكم لي بسلامتكم تعودون ربيتكم يا مهجة قلبي وتضيعون ييتام مدري وين هالليلة تنامون يحفظكم الله يا ضياء عيني من القوم وان كان يا ولادي وصلتون المدينة خبروا محمد بالذي جاري علينا وقولوا ترى زينب تركناها حزينة وذيك ليتام على الهجير تطيح وتقوم ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. وطيبوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مما جاد به القرآن الكريم أن هنالك بقاعا في الأرض مباركة، والبركة يعني الزيادة والنماء، ومعنى أن هنالك بقعة مباركة يعني من يقطنها يسكن فيها يجاورها يمن الله عليه تبارك وتعالى بالزيادة والنماء في العمر، في الرزق، في النعم، فهي أرض مباركة. كما أن هنالك ليال مباركة كمثل ليلة القدر، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم ليلة مباركة، يعني من تعبد فيها باركه الله تبارك وتعالى، زاده من نعيمه وخيره. فهنالك أشخاص مباركون كذلك في القرآن الكريم. المهم، يذكر لنا القرآن دعاء نوح عليه السلام أن ينزله الله منزلا مباركا بعد أن يفور، بعد أن فار الطوفان، وبعد أن يغور ماؤه ويعود للأرض للسكنة على التراب بعد الطوفان، ويعمرها بعدما أن غرقت الأرض بالمياه. سأل الله أن ينزله منزلا مباركا، واستجاب الله تبارك وتعالى له دعاءه. نعم، الآن أين رست سفينة نوح؟ اختلف أهل التفسير أين موقع رسو السفينة، سفينة نوح عليه السلام. احنا عندنا كم وفير من الروايات، روايات أهل البيت، والجميل أن هذه الروايات في هذا الزمن تجلت حقيقتها لما قام علماء الآثار في البحث، ووجدوا هنالك بعد التنقيب الطويل، طبعا وجدوا هنالك لوحات سومرية وقد وردت بها بعض الألفاظ المترجمة من اللغة السومرية، ألفاظ تتناسب مع ما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. ويمكن أن يقال أن يعني هذه الأخبار الغيبية التي أخبر بها الله نبيه صلى الله عليه وآله، كما في بعض الآيات كمثل قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب
نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. شوف هاي الآية تبين أن هاي الأخبار والإخبارات هي غيبية، ما كان النبي صلى الله عليه وآله يعلمها لولا تعليم الله تبارك وتعالى. وواقعا روايات أهل البيت هي مصدر فخر لنا إذا تم التأكد من بعض الحقائق التي وردت في تلك الروايات بطريق علمي تجريبي آثاري. عن يفخر الإنسان أنه ينتمي إلى هذه المدرسة التي تشكل مصدر معرفي تاريخي. روايات أهل البيت تبين إلينا أن موقع رسو سفينة نوح العراق، وليس كل العراق بل خصوص ظهر الكوفة، خصوص ظهر الكوفة. وظهر الكوفة أيها الأحبة ترى مساحة مترامية تشمل قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه وتشمل قبر الحسين عليه السلام. يعني حتى كربلاء وإن شخصت بمنطقة خاصة، لكن روايات أهل البيت تبين أن هذه المنطقة، هذه البقعة هي بقعة مباركة، وهي المنطقة التي رست فيها سفينة نوح. وين حدود هذه المنطقة؟ من النجف، موضع قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى ماذا؟ إلى قبر الحسين عليه السلام في كربلاء. هذه المنطقة هي البقعة المباركة كما ورد في كامل الزيارات بسنده عن حماد بن أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبر ابني بأرض يقال لها كربلاء، هي البقعة التي كانت فيها قبة الإسلام التي ناجى الله عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان. وعدنا روايات أخرى تبين أن نفس هذه المنطقة، يعني نقدر نجمع كربلاء والنجف أنها هي بقعة مباركة واحدة من خلال الجمع بين هاتين الروايات أو بين هذه الروايات. في الكافي الشريف عن المفضل عن الصادق عليه السلام: الجودي وهو فرات الكوفة. أساسا أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في الروايات قال: ادفنوني في أول طور سيناء. هاي الرواية تبين لنا أن سيناء مو هاي المقصودة في مصر المتعارفة في مصر، وإنما هنالك لعله يكون هنالك سيناء آخر يقصده أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما أشارت بعض التحقيقات الآن المستجدة تبين أن أول طور سيناء يعني بداية قبر شنو؟ قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف هذه الروايات اللطيفة تبين أن هاي البقعة المباركة تدار، يعني تدار من قبل الأنبياء، قبة الإسلام كما يعبرون، قبة الإسلام. فهذه البقعة هي المنطقة التي رست فيها سفينة نوح عليه السلام. وأكثر تخصيص تلك الزيارات التي نزور بها أمير المؤمنين عليه السلام التي تصفه بأنه ضجيع لمن؟ آدم ونوح. وجار لمن؟ هود وصالح. وكما تشير بعض الروايات لما دفن علي عليه السلام وجد مكتوب على ساجه: هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإحنا رواياتنا، روايات أهل البيت تشير أن هذه البقعة النجف وكربلاء مترامية، يعني ما بنقول مترامية أطراف، لها حدود تجمع هذا العنوان العام، عنوان البقعة المباركة. ومكانا قصية في قضية ماذا؟ قصية في مكان، في قضية مريم عليه السلام، وفي قضية موسى طور سيناء، وروايات مثلا فأخلع أو الآيات: تخلعن عليك إنك بالوادي المقدس.
طيب هذه كلها روايات تشير إن هاي المنطقة هي منطقة موحدة. نعم النجف لها خصوصية، الكوفة لها خصوصية، كربلاء لها خصوصية، المدن والمدن المجاورة لكربلاء لها خصوصية، لكن يجمعهم العنوان العام أنها بقعة مباركة تدار من خلالها قبة الإسلام. وفعلا الكوفة لها تاريخ، تاريخ منذ آدم عليه السلام. من الذي بنى مسجد الكوفة؟ في رواية أهل البيت الذي بنى مسجد الكوفة هو آدم عليه السلام، آدم. وفيها بيت إدريس مصلى الأنبياء اللي هو مسجد السهلة الآن، بيت إدريس مصلى الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. شوف أعمال، أعمال طويلة عريضها في تلك البقاع المباركة. مسجد الكوفة، مهبط الملائكة ومهبط الأنبياء كذلك، ومصلى النبي صلى الله عليه وآله وجبرائيل والأئمة، السجان عليه السلام صلى فيه، الإمام الصادق صلى فيه، صلى في مسجد الكوفة. فالذي بنى مسجد الكوفة هو آدم عليه السلام. نعم كانت تسمى الرملة الحمراء قبل الإسلام، كانت تسمى الرملة الحمراء. متى مصرت الكوفة؟ مصرت يعني متى بنيت أصبحت مدينة؟ أصبحت مدينة في عهد الخليفة الثاني، في عهد الخليفة الثاني، وقد جعلها درع لصد هجمات يزدجر الفارسي. ودعا يعني ابتداء بنيت من أجل أن تكون محطة عسكرية، ثغر، ثغر ها لصد هجمات يزدجر الفارسي قبل أن يفتح، قبل أن تفتح تلك البلاد في عهد الخليفة الثاني. سبحان الله، روايات شو تقول؟ تقول اللي حدد منطقة الكوفة هو سلمان، سلمان المحمدي وحذيفة بن اليمان، سلمان المحمدي وحذيفة بن اليمان بإيعاز من أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما مصرت، لما جعلت منطقة للجيوش الإسلامية، أمير المؤمنين بعث سلمان وبعث حذيفة بن اليمان وقال لهم انتون حددوا هاي المنطقة، منطقة الكوفة أو ظهر الكوفة، هاي البقعة الإلهية. فكان علي عليه السلام يشتاق لتلك المنطقة، يعني يشتاق لتلك البقعة، محط الأنبياء الكوفة، محط الأنبياء. وهكذا شاءت الظروف أن يجتمع المسلمون في تلك البقعة، وحددها سلمان وحذيفة بإيعاز من أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم ابتداء ما سكنها إلا من اتبع سيرة الشيخين، وثل قليل ممن هاجر من القبائل اليمانية التي أسلمت على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن. هؤلاء هاجروا، لأن حتى لما تقرأ تاريخ الكوفة معظمهم يمانية الأصل، وكثير بعد متنوعين في المشارب، وحتى هنالك فرس بعد سكنوا في الكوفة، فمتنوعة يعني متنوعة. لكن اليمانية لما هاجروا إلى الكوفة قسموها مثل ما احنا نعبر فرقان، يعني فريق لهمدان، فريق لكذا، فريق كل منطقة كان يسكنها جماعة يمانية أو قبيلة يمانية. فرؤوس هذه القبائل كانوا يعرفون علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لكن كان ممنوع عنهم يحدثون، لأن الخليفة الثاني منع الحديث، وكانت سياسة شديدة، أي واحد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تضرب عنقه، يقتل، ممنوع أحد يحكي وينقل روايات عن رسول الله. فكان أهل الكوفة ممن يتبع سيرة الشيخين هكذا، يعني لأنه جن خليفتنا نحن نتبع، كانوا يشتاقون لسماع ماذا؟ روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان بعض من اليمانية الذين سكنوا الكوفة يعرفون مقام علي بن أبي طالب، لكن ممنوع عنهم أن يتحدثوا عن فضائله، ممنوع عنهم. وأمير المؤمنين جاي يخطط لبعيد، يعني أنه إخبار إلهي وغيبي، ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم
هذا على مستوى الخليفة الثاني. الخليفة الثالث كان عبد الله بن مسعود، وهو من قراء القرآن اللي هم وثاقة عند المؤمنين. على عهد الخليفة الثالث صار نوع من الخلاف بينه وبين عبد الله بن مسعود، خلاف شديد في حادثة جمع القرآن. وكان عبد الله بن مسعود عنده قرآن الخاص اللي كتبه بيده بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كان قاضيا على أهل الكوفة في زمن الخليفة الثالث. الخليفة الثالث بعث إلى عبد الله بن مسعود، جيب قرآنك خلاص ونوحد المصاحف. ما قبل، ما رضى، قال هذا أنا مصحف نفيس، يعني أجي أسلم إليك ما أدري شو تسوي بي، تحرقه ما أقبل، أنا ما أرضى. فأجبر عبد الله بن مسعود أن يرجع إلى المدينة من الكوفة. يقول الرواية فاستقبلوه بالضرب، ضربوه ودقوا به الأرض وكسروا ضلعه كما في الروايات، ومنع من العطاء 3 سنين، ومات وقد أوصى بأن لا يصلي عليه الثالث. يعني هنالك نوع من ماذا؟ نوع من التشنج اللي صار بين عبد الله بن مسعود وبين الخليفة الثالث، لدرجة لما شفي عبد الله بن مسعود من ضلعه أراد أن ماذا؟ أن يهاجر مع المسلمين. يعني إجا مروان إلى الخليفة الثالث، قال عبد الله بن مسعود ترى أفسد عليك الكوفة، إذا تودي وياهم بعد يفسد عليك الباقي، خله حبسه. وحبسه، يعني حبسه في المدينة إقامة جبرية، خله على إلى أن مات. مات غاضبا عبد الله بن مسعود. إجت النوبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. سبحان الله، اتجه علي عليه السلام للكوفة بعدما أن منعت عنه البصرة وآزره ووازره أهلها. لما بدأ، يعني لأن أمير المؤمنين أحيا السنة المغيبة، سنة رسول الله أحياها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فلما إجا إلى الكوفة وقطنها وسكنها، بدت الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب. ها، ولما وصلتهم هاي الأحاديث في علي بن أبي طالب ومناقب أمير المؤمنين، تأكدوا منها، رأوها رؤيا العيان مو في السماء، عصروه وعاشروه. تقول لك الرواية فتأدب أهل الكوفة بآداب علي كأنها مصرت على حب علي بن أبي طالب سلام الله عليه في زمنه في حياته. هاي الكوفة، نعم، تبقى هنالك جنو، هنالك ثل أو شرذمة اللي يكون إليها سطوة، يكون إليها تأثير في تغيير مجريات الأمور، هؤلاء الخوارج وغير الخوارج الذين سكنوا الكوفة. وتآذى منهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، تآذى منهم أذى كثير. قتل علي عليه السلام، إجت النوبة للإمام الحسن سلام الله عليه، بايعه أهلها. الكوفة بايعت الحسن عليه السلام كونه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكلكم تعرفون القضايا اللي جرت بين الإمام الحسن عليه السلام وبين من؟ بين معاوية. معاوية أيها الأحبة انحصر بشروط الصلح، انحصر. ترى عاشت الكوفة أمان بعد الصلح، بعد الصلح عاشت الكوفة أمان. المتعارف هكذا أن شنو؟ أن معاوية أخلف الصلح. لا، معاوية أخلف الصلح ترى نهاية حياة الإمام الحسن، ترى مدة طويلة. لا، لما يصير الإمام الحسن يخوض في أمر لا يكون له مصلح. الإمام الحسن هكذا القراءة الظرفية والموضوعية جعلته ماذا؟ يصالح معاوية بشروط، وهاي الشروط كانت لصالح الشيعة. ازدهر الشيعة في الكوفة، عاشوا أمان وراحة وهناء. نعم،
لما انحصر معاوية قتل الحسن عليه السلام، هنا بدأت الهجمة، الهجمة على الشيعة، تشريد وتنكيل البلاذري. شوف شلون، ايش سوى معاوية علشان يغير البيئة العلوية الكوفية اللي كانت مسيطرة آنذاك. البلاذري ينقل يقول سير زياد، جعله والي زياد، سير زياد بأمر معاوية 25,000 من الكوفة ومن البصرة مثلهم إلى خراسان. طلعهم الشيعة المؤمنين الموالين، هجرهم من الكوفة علشان يعدلها، يعدل البيئة العلوية، وأسكن وجاب مجموعة من أهل الشام في تلك المناطق على أساس شنو الظروف تكون مؤاتية إليه. غيرهم يعني. ومن ضمنهم شنو؟ قبيلة الشبر بن ذي الجوشن. هؤلاء كانوا قد قطنوا الشام، جابهم معاوية خلاهم يسكنون في الكوفة. الآن دعونا نقف شوي على سيرة أولئك الذين ورد الذم فيهم. أول شيء هالسؤال اللي يطرح، يعني من الذي قتل الحسين عليه السلام؟ شيعة الكوفة؟ يعني محبين الموالين لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ لا أبدا، هذه مغالطة وكل سنة يعيدونها بعد، مو صحيح. الشيعة اللي بعثوا للحسين عليه السلام ثبتوا، ومنهم من كان مردد بعد ذلك طلع في ثورة التوابين. أما الذين قاتلوا الحسين عليه السلام كانوا أعداء لعلي بن أبي طالب، أعداء لعلي بن أبي طالب. خل أذكر لك بعض هوية بعض الشخصيات الذين كاتبوا الحسين عليه السلام ثم خانوا العهد، وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الذم الخاص. ذم أهل الكوفة مو يعني شيعة علي بن أبي طالب، أساسا مصطلح الشيعة يعني الأتباع في التاريخ، الشيعة يعني الأتباع. بعد الزمن شوي المتأخر صارت الشيعة لفظ الشيعة مخصص ل أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، أما الشيعة مطلق الأتباع، شيعة آل أبي سفيان يعني أتباع آل أبي سفيان. طيب خل أذكر لك هوية بعض الشخصيات اللي كاتبوا الحسين ثم ماذا؟ ثم تخلفوا عنه. من جملتهم مثلا شبث بن ربع التميمي، من هذا الرجل؟ متلون الشخصية، عجيب غريب، روح تقرأ ترجمته عجيب. هذا شبث بن ربع دائما ما نسمعه، شبث بن ربع هذا كان مؤذن لسجاح، تدري من سجاح؟ سجاح التي ادعت النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك أسلم عقب ما أسلم دارت مواقف بينه فيه، بينه وبين الخليفة الثاني، حتى بعد كان له دور ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وثبت الناس عن نصرة مسلم بن عقيل عليه السلام، وكان له مسجدا في الكوفة، فلما رجع من قتل الحسين عليه السلام جدد بناءه، جدد بناء المسجد، شماته في الحسين. هذا شبث ابن ربيعة، هذا تقدر تقول أنه كان من شيعة الحسين عليه السلام ثم خانه وخان؟ لا أبدا. عندنا حجار بن أبجر، حجار بن أبجر أبوه هذا كان نصراني، حجار بن أبجر أبوه كان نصراني، إجا حجار إلى أبجر أبوه النصراني قال يا أبغي أسلم، قال يلا مش وياي خلي أوديك للخليفة الثالث. راحوا للخليفة الثالث قال له هذا ولدي بيسلم، قال له زين ولدك بيسلم أنت أبجر ما راح تسلم؟ قال له لا بس ولدي. على كل أسلم هذا أبجر وبقى حجار، شنو عفوا أسلم حجار وبقى أبجر أبوه على نصرانيته، ومات على النصارى على النصرانية. تروح تقرأ ترجمته، فلما شيع أبوه مشى حجار مع عبد الرحمن ابن ملجم في جنازة من؟
في جنازة هذا النصراني. سبحان الله ربع يعني كلهم ربع، الأشكال على طيورها شنو تقع. عندنا عمرو بن الحجاج الزبيدي، هذا مذحجي، هذا مذحجي ومذحج قبيلة يمانية كانت موالية لعلي بن أبي طالب، لكن أحد الخونة لازم يطلع لك واحد اثنين من الخونة. هذا قاتل مسلم بن عوسجه، ولما رجع من قتل الحسين عليه السلام أخذ طريقا، يقول لك أخذ طريقا واختفى ولا يدرون مراه، أفي سماء هو ها أم هو في أرض، ما يدرون عنه. المؤرخين يقول لك لما رجع اختفى، ما يدرون عنه وين راح شلون. بعد هذا بعد المعاجز الإلهية، الانتقام الإلهي والعقاب الإلهي في قتلة الحسين وقتلة أنصار الحسين عليه السلام. أمثال هؤلاء يسمون شيعة. إذن الذم الوارد في أهل الكوفة خصوص هؤلاء الخونة لا الشيعة المؤمنين الموالين، وإلا أرض الكوفة ترى أرض مباركة، أرض تحبنا أهل البيت كما في الروايات. الكوفة عليه السلام كما في روايات أهل البيت عرضت الولاية على الأمصار فما قبلتها إلا الكوفة. هاي خصوص الأرض، خصوص المنطقة. ويكفينا أن نستدل على عظمة هذه الأرض أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سيؤسس لهذه الدولة العظيمة من تلك المنطقة، لدرجة يتمنى الشيعي أن يمتلك مقدار نخلة، يعني متر في متر في الكوفة، لعل وعسى يجاور يجاور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. روايات تشير بأنه سيسكن مسجد السهلة، يعني بيت أيوب، عفوا بيت إدريس، سيكون هناك سلام الله، وينطلق في إعلاء كلمة الحق، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وكان يقول سلام الله عليه أمير المؤمنين: الكوفة كنز الإيمان وحجة الإسلام وسيف الله ورمحه، يضعه حيث يشاء، والذي نفسي بيده لينتصرن الله بأهلها. هذا إخبار علي بن أبي طالب: في شرق الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز. ويقول سلام الله عليه: ما أشد بلايا الكوفة، لا تسبوا أهل الكوفة، فوالله إن فيهم لمصابيح الهدى وأوتاد ذكر، والله ليدقن الله بهم جناح كفر لا ينجبر أبدا. إن مكة حرم إبراهيم، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، والكوفة حرمي. ما من، شوف الرواية، ما من مؤمن إلا وهو من أهل الكوفة أو هواه لينزع إليها. المؤمن بطبيعته يحب هذه الأرض، يشتاق لأرض الكوفة. وتشوفون التون شلون الشيعة زحوف لمسجد الكوفة ويصلون يا راكع يا ساجد، وذاك رافع إيده رزقنا الله وإياكم. زيارة أمير المؤمنين وزيارة مسجد الكوفة والصلاة في مسجد السهلة، إن شاء الله نكون من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسكن تلك الأرض ونجاور الإمام الحجة. هاي الليلة مصيبة طفلين فراه من عيالات الحسين عليه السلام. الشيخ الصدوق يذكر لنا بعض التفاصيل، أنهما من أولاد مسلم بن عقيل، وأنهما من أحفاد جعفر الطيار كما في رواية المناقب عن البحار. فالروايات شوي مختلفة في هوية هذين الطفلين. الثابت ماذا؟ الثابت أن هنالك طفلان فرا من معسكر الحسين. رواية الشيخ الصدوق تقول أنهم قالا للسجان: نحن من أولاد مسلم بن عقيل. فر مسكهما عبيد الله بن زياد،
جعلهما عند سجان وقال له من طيب الطعام لا تطعمهما أبد. فكان يقدم لهما رغيفا من الشعير وكوز ماء كل ليلة ما يقارب السنة في ذلك السجن. كل واحد يقول للثاني خويا نخاف هذا العمر يتلف وهذا البدن يبلى وإحنا بهاي السجن، خلينا خلنا نخبر هذا الشيخ لعله يرق لحالنا. انخبره بنسبنا. إجا الشيخ قدم لهم الطعام كالعادة كل ليلة، قالوا إليه تعرف رسول الله؟ قال بلى هو نبي. تعرف أمير المؤمنين؟ قال بلى هذا علي بن أبي طالب تدبنا بآدابه. قالوا لتعرف جعفر الطيار؟ قال بلى. قال بلى أعرف جعفر الطيار وقد أنبت الله له جناحان يطير بهما في الجنة. قالوا إحنا أولاد مسلم بن عقيل وفرينا من معسكر الحسين وقبض علينا هذا اللعين بن زياد، يا ليت والله ترق إلى حالنا. عاد خر، قل لك خر. خر يقبل أقدامهما ويبكي، قال لهم هذا باب السجن مفتوح بعد فروا. طلعوا طلعوا، لكن أوصيكم امشوا بجوف الليل، ترى ما راح يخلونكم، ما راح يهدونكم، يبحثون عنكم. ها وتوقفوا في النهار، فرا في جوف الليل أياما حتى وصلوا على باب عجوز. قالوا للعجوز أضيفينا هذه الليلة، ومن تكونان؟ قالا لها نحن أبناء مسلم بن عقيل، احنا أولاد علي، أولاد أمير المؤمنين، أولاد رسول الله من بني هاشم. رقت العجوز لحالهما، أضافتهما ليلة واحدة. يقول لك وكان للعجوز ختن. ختن يعني شنو؟ يقول لك زوج البيت يسمونه ختن، يعني كان من محارمها. المهم كان عدو من أعداء الله، وكان أحد جنود ابن زياد. إجا بجوف الليل تعبان، دق الباب، قالت إلى العجوز إيش جابك هاي الليل؟ أنت كل ليلة ما تجينا، إيش عندك هاي الليلة؟ قال لي أنا جوعان، أنا عطشان، أتعبت نفسي في البحث عن طفلين فرا من سجن ابن زياد. قدمت له الطعام، قدمت له الشراب، قامت قالت له إيش عندك أنت ويا ذرية رسول الله؟ شو تريد منهم؟ خلهم. قال لها شوف إيش خايفة عليهم، ها أشوف قلبك عليهم، والله إن أصبح الصباح لأرى رأيي وفي أي طريق أمضي وأبحث عنهما. يقول لك في الليل هو نايم وإذا به يسمع عطيط الطفلين، يعني يتحركون، فصار يتحسس الجدران وأصدر صوتا كخوار الثور يبحث عن مصدر الصوت، وإذا به يمسك بيد الطفل الصغير في جوف الليل. شوف هاي المصيبة العظيمة. ها من أنتما؟ قال له من أنت؟ قال لهما أنا صاحب هذا البيت. أخذ الأمان من أمان الله وأمان رسوله؟ قال بلى. نخبرك ولا تفعل بنا أي أمر؟ قال بلى. قال رسول الله عليك شاهد، احنا اولاد مسلم ابن عقيل فرينا من سجن ابن زياد. قال لهما من الموت فررتما، والى الموت وقعتما، جاء بالحبال اوثق يد الغلامين، وباتوا تلك الليلة مقيدين بالحبال، أين المنادون وحسين؟ أين المنادون وغربته وضيعته؟ فلما جن النهار جاء لعبد له أسود يقال له فليح، يا عبد خذ هذين الغلامين واقطع رأسهما
اجا ذلك العبد اخذ الغلامين سار بهما ناحية النهر. التفت الكبير الى ذلك العبد قال له تذكرنا ببلال مؤذن رسول الله، هل تعرفنا؟ قال لا يا سيدي، لكن أرى فيكما نور وبهاء، بهاء بني هاشم كل بوجوهكم. قال له نحن أولاد مسلم بن عقيل فرين. فتركهما العبد ورمى بنفسه في النار ونادى ذلك اللعين لقد عصيتني يا عبد. قال أنا أعصيك ما دمت عاصي لله. فالتفت ذلك اللعين إلى ولده قال له اذهب بهما واقطع رأسيهما. التفتوا إلى ولده قال أحدهما إليه أخاف على شبابك من النار، من أنتما؟ عرفوا روحهمها. تركهم الولد قال والله لأقتلكما شر قتله. عندها التفت الكبير والصغير إليه، خلينا نقعد وياك شوي، خلينا نقعد ساعة بهاي الدنيا نصلي إلى ربنا. قال صلي يا ما شئت وما إن نفعتكم الصلاة. فصار كل واحد منهما يصلي إلى ربه. فلما أتم الصلاة رفع الكبير يديه إلى السماء لا احكم بيننا وبين هذا العين. صلوا يا ويلي والدمع يجري بالعيون. إيه جاوبني جاوبني. صلوا يا ويلي والدمع يجري بالعيون واحنا على خيي ونونت المطعون. ودع أخي وخاطب الفاجر الملعون قال لي قبل أخويا اذبحني يا ابن الأنذار. أيوة ويلاه أيوة غربته. قال لي اذبحني ليت يومي قبل يومه ما اقدر عايل ليم خطب من دمومه دمومه لأن الصغير يصيح ودموعه سجومه. قبلك أنا ما اقدر انظر لك فوق الرماء. اسمعها وينك يا ملا عطية وصف الحال. والرجس من شاف المسابق للمنية حز راس الأكبر وويله وانجدل قدام خيه وظليت مرغ بالدمع سوده علي الأصغر وقع فوق يتمرغ بالدمع وقع خلي على جثة عزيز الروح ساعة بجدة بتودع منه تزود من وداعة ما رحم نحباته وفتح بالسيف باع وحالا قطع راسه شم افضحها من احواه. يقولون خلى رأس الغلامين في المخلات يعني الكيس الذي يجعل فيه العلف ويعلق على عنق الفرس ورمى بجسدهما في النهر وكانت الدماء تسيل من عنق الغلامين. اش حال أم اسمع الشاعر شي يقول. يا صبيان يما خابتمكم خابتمكم وقت الذبح من جان يمكم يمكم
المسيب سال دمكم يا الغصنين يا حلوين المعاني يمتى تجوني واحد حاضن الثاني واشم منكم يا الوند ريحة اخواني محلى على ام الولد دشتها الاولى وايتام اثنين ذبايح بالنهار ايتام اثنين ايه جوابكم ايتام ايتام بعد 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 صوت ايتام اثنين يا علي شنه مقمار المضية وهوت من عالي سماها يا علي صابها سهم المنية وبالنهر تسبح رماها يا علي روس ما فيها الجنايز صبغة الماء بدماها وام الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلين ايتام اثنين ذبايح بالنهار ايه الله الله صوتكم ايتام يا علي وين جدهم وين عمهم وين أمهم وين أبوهم ليش ما حد حاضر لهم من عقب ما ذبحوهم روسهم راحت هدية والجنايز ما دغوهم روسهم راحت هدية والجنايز ما باغوهم ام الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلين ايتام اثنين ذبايح بالنهار ايتام اثنين بعد بعد ايتام فلهم ظل ثلاثة أيام متوسد الغبرة هذا الحسين يعني من عز الراس وصدرة من طحن بخيول عشرة واليتامى نحورهم تنزف مثل ما نزف نحرة أم الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلة أيتام أيتام والدتهم فوق ناقم هزلت تبكي وتنادي ساعة طلطم راسها وساعة صدرها بالأيادي وين رحت بهالبراري جاوبوني يا أولادي يا علي فارقوها هاليتامى وصار منها القلب ذايب وانحنت الاضلاع منها وصار منها الراس شايب من يدليني على ولادي عمت عين المصايب واليتامى مذبحة والروس ودوها هدية
راس اللي انطاحن صدر بحوافر لعوجي عزلوا روس اليتامى والجثث ظلت رومية أم الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلين أيتام بعد مرة